بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة أنا كلاوديا روسبخ، المدير التنفيذي لبرنامج المستوطنات البشرية للأمم المتحدة. سيدة الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية. سادة المحافظين الحضور الكرام، سادة الوزراء، سادة وسيدات الحضور، بينما نختتم هذا الحدث الدولي الهام والذي يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة وأكبر منصة عالمية لمناقشة التطور الحضري المستدام، أقف هنا وكلي أمل أن تسفر نتائج مناقشتنا على مدار الأيام الماضية في تحقيق شعار النسخة 12 من المنتدى: الكل يبدأ محليا، العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة. وأود أن أتقدم بخالص الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته ودعمه لهذا الحدث الهام، وجزيل الشكر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعلى رأسها السيدة أنا كلاوديا روسبخ وفريق الهابيتات في مصر ونيروبي على التعاون الوثيق لإنجاح هذا المنتدى، ولكل من ساهم في إعداد هذا المنتدى والتحضير له وساعد على إخراجه بهذا الشكل الرائع، والتي تعد نسخة هذه نسخة استثنائية في تاريخ المنتدى من حيث أعداد المشاركين والوفود الرسمية وغير الرسمية. كما أتقدم بالشكر لكل من شارك في مختلف فعاليات هذا المنتدى. لقد تناولنا في نقاشتنا واحدة من أكثر القضايا المحورية في عصرنا، ألا وهي قضية الإسكان والتنمية الحضرية، وهي من أكبر التحديات التي نواجهها على مستوى العالم من أجل توفير السكن الملائم والميسر وتقديم نوعية حياة مناسبة ولائقة للجميع. كما تناولنا أيضا مبادئ وحقوق كل مواطن في الوصول إلى سكن آمن وميسور التكلفة والفرصة للحياة في مجتمعات شاملة تتمتع بخدمات جيدة وروابط قوية. لقد كانت الرسالة الأولى للمنتدى هي العمل المشترك والتعاون بين الأطراف المختلفة، وإن الحوار الذي أجريناه خلال الجلسات المختلفة للمنتدى الحضري العالمي مكننا من تبادل الأفكار والتجارب الناجحة وإرساء الأسس لنمو مدننا ومرونتها وشموليتها لسنوات قادمة، حيث أننا نجتمع في وقت يتصارع فيه التوسع الحضري وبمعدلات عالية، ولكنه للأسف يواجه باستمرار تحديات معقدة. إن السكن غير الملائم والأحياء المكتظة والبنية التحتية غير المستقرة كلها عقبات يجب علينا التغلب عليها، ولكن مع كل تحد هناك فرصة. في الواقع يمكن أن يمثل التحضر فرصة لإيجاد الحلول ليس فقط لتحسين نوعية الحياة للأفراد والأسر، ولكن أيضا لدفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام. فمن خلال التخطيط المدروس والعمل التعاوني يمكننا إنشاء مساحات حضرية تعزز النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي والاستدامة البيئية. ولقد كان المنتدى فرصة ممتازة لعرض تجربة الدولة المصرية خلال العشر سنوات السابقة في التغلب على تحديات التنمية العمرانية المختلفة، شاملة الإسكان وتطوير المناطق العشوائية والبنية التحتية وتنمية المدن الجديدة الذكية واستعراض الفرص الاستثمارية المختلفة من أجل تبادل التجربة والخبرات اللازمة نحو استكمال مشروعات الجمهورية الجديدة. لقد تبادلنا الخبرات مع التركيز بشكل خاص على الحلول المبتكرة وأفضل الممارسات لمساعدة بعضنا البعض في إيجاد طرق جديدة لتمويل الإسكان الميسور وتطوير البنية التحتية المستدامة وتصميم مدن قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. سنظل نتذكر دائما أهمية العمل معا عبر القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية ومنظمات المجتمع المدني لإحداث تأثير دائم. وبينما نمضي قدما دعونا نتذكر أن الإسكان لا يقتصر على المباني فحسب، وإنما يعني بناء حياة وإنشاء مجتمعات متكاملة متصلة ومتاحة للجميع ويمكنها تلبية احتياجات الأجيال القادمة. من خلال العمل معا يمكننا إنشاء مدن يتمتع سكانها بالوصول إلى الفرص المختلفة والشعور بالأمن والأمان. منذ اللحظة التي بدأنا فيها فعاليات النسخة 12 للمنتدى الحضري العالمي كانت رحلتنا مليئة بالمناقشات الشيقة
والعروض التقديمية المميزة ولحظات التفاعل المشتركة، فكل جلسة وكل متحدث وكل تفاعل قد ساهم في صنع نسيج من المعرفة والخبرة يمكننا البناء عليه مستقبلا. خالص الشكر والتقدير للجنة المنظمة والمتطوعين، فقد أثمرت جهودهم المخلصة في إخراج هذا الحدث بالشكل اللائق. وفي الختام أود أن أعبر عن تقديري العميق لكل فرد منكم، شكرا لمشاركتكم في هذا الحدث. أأمل أن تعودوا إلى بلادكم وتشاركوا تجربتكم وخبرتكم مع الآخرين حتى يتحقق الهدف من هذا التجمع العالمي، وحتى نلتقي مرة أخرى في الدورة 13 للمنتدى الحضري العالمي في عام 2026 في مدينة باكو بدولة أذربيجان. نتمنى لكم المزيد من التقدم والعطاء لخدمة قضايا العمران على مستوى العالم. شكرا جزيلا.